واش السلام كي دايرين بخير بشواتك؟ ما بغيت غير نفكركم بهاد الماكينه هادي اللي غنخدموا عليها هاد النهار. هاي هاد الماكينه هادي شوفوا قاش صاوبناها عام دابا اخي حكيم، بس صاوبنا هاد الماكينه هادي قول شحال هاد النهار في الشهر، شحال هاد النهار في الشهر الاخوان؟ 3 اكتوبر قول عام عام. هاي ل 12 اكتوبر 2021 كنا ركلنا هاد الماكينه الاخوان، دابا غادي الاخر غادي ندخلو نشوفو كيفاش صاوبناها وكيفاش غادي نبداو فيها. You know what you can stare at forever. الى بغيتي بغيتي تكون بيها لنا your existing videos. هاني ورا يا صاحبي، واش تعقل على هاد الماكينة هادي؟ من بين أهل الموت اللي كنا بريبارين تابرات طريق اللي بغيت خلا ضيح فاطر صعورية صعورية الله المدار آسا ما نحن صندوق انا هناك انا هي موت لينا انا يا بالكورير اعطاني التبار هنا يا وطلعك صوريا ولو ولو احسن الماكينة كانت طلعت على شوية هاتهم الاخوان الصورة ديالها سير حكيم سير وليدي سير 120 سير يا سير اللهم بارك ها هوك حكيم تما يا ميا سير الله يرضي عليك. المهم الاخوان الماكينة جاتنا في واحد الديكور اخر خاصة تصاوب تكولات تفردقات نديت تفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرف كيفاش غادي ترجع سير على بركة الله. السلام عليكم متابعين قناة موتوريكس مع فيديو جديد ومع حلقة جديدة. المهم هاد الايروكس هادو راه الماكينة هادي ما تعقلو عليها، كنا بريبارينا هادي شي عام شي عام دابا، ولكن مولاها ما كيتهلاش فرعها تكولات تكولات صيفط عنا دابا باش نباليو بيها عاود نشوفو كيفاش غنديرو معاها. غير حرك لي واحد شوية هادشي اللي كاين كيما شتو الاخوان الماكينة وما فيها كنا درنا فيها في البروكار مالو سيلاكس 12 درنا فيها شوكلابي كبير مالوسي مالوسي تا هو هانت كربون. المهم هاد الماكينة هادي راه كانت حطات 120 كيلومتر في الساعة وكان بيها 17 ونص، هاديك راه 17 ونص شفت في البروكان شنو وقع مشات مشا لفي البروكان شوف البلاصة زراقت شوف البلاصة البيئة اللي من تحت شوف شوف واو كيولا داكشي بس البيئة اللي من تحت باش يشوف شنو هو هادشي هادا شوف كي ولات البيالة من الداخل شوف صور لهم من هنا كتكون مزيان هيا راه صورتها راه باينة هاد الشوية البيالة هانت يعني الفيل بروكان مشى توفى البارح الفيل بروكان توفى السيلندر لقيتهم مطردق السيلندر كان مطردق ها. المهم حنا عاوتاني غادي نبدلو هاد الفيل بروكان الاخوان قالك اخويا الشقمة شو الشقمة هو كيطرطقها ما عمرني شفت انا شي شقمة ما عمرني شفت انا شي واحد تيطرطق شقمة على هذا بحال هكا ما بغاش يتفهمني انا هادشي هذا ديالك اخي ايمن الشقمة كانت يا صوني ايمن المشاغب فرقعها فرقعها يا صاحبي والله العظيم الا فرقعها ديالو بصح. المهم غنبدلو هاد الشقمة هادي خاصك تقلب لي داك البومبه د الماء علاش ما كيخدم علاش ما باغيش هو يخدم
هذا شوف واش بلاصة النورمات مزيانين ولا لا، فيها طابلو ديال التوكاتي كنا ركبناه. هادشي اللي كاين الاخوان، لومبرياجات خلاص كبار. المهم هادي كنا الا دابا نحط لكم اللي عند الفيديو ديالو، ولا دابا ندير لكم واحد الاكستريم من الفيديو ديالها. شحال كانت شحال كتحط؟ حطات 120 كيلومتر في الساعة بكربيراتور 17. اه مع هادشي سيكليس انهم تطوان ناد هو دا شي شحال طيح هذا ديال الجوانات صاوبو مبكاغات، ما عليناش. المهم خليكم معنا، غادي نحلوها بعدا نبدلو في البروكان كما راكم عارفين ديما، ونشوفو شنو كاين. السلام. اه شغل اخوان في بروكان كي كيدور عوج باش عوج هكا في البروكان. ايوا نجا ندير لك فيديو هاي. اضرب عليه بمطرقة. شوف 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 واش باغي يصنع. المهم في بلوكان عوج اي دابا الاخوان الحقيقة غادي تبان عاود في بلوكان جديد تا هو اكيد. هنا المونتاج عاوتاني باليوم اليوم بالسرقة. اللهم بارك. وريني السيلندر اخويا حكيم. السيلندر عاوتاني ساقمة وحدة القرقع. شنو هو القرقع؟ القرقع القرقع باش كنت قرقعو كاع عطينا هو وسطاسطيس بحال بحال. ها شوف جدودية، تنقول لك جدودية. السيلندر بحال اللي معمرو دار مارش. ركب اخويا ركب. هانت شوف الفم ديال السيلندر قداش ساقمة وحدة دورمي اخويا. وغادي نركبو على واحد الشقمة عاوتاني حمقاء ديال بصح. هانتوما الاخوة اللمسات الاخيرة قبل ما نديرو امارش، ركبو الدوري تاد الما ديالنا، نخويو الما، نركبو الخيوطة ونمونطيو المونبرياجات. الاساس هو هانتو هاد الجي بي الصادق قالك مخصنيش الصداع. هادشي اللي كاين. اللهم بارك. عليها عليها صعب. اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله. كتشطب اخوتي غير نغزا. قلت لك كتشطب تبارك الله. هذا الشيء راه تبارك الله. زين شوية كسيري شوية كسيري وقفها ميل شوية له. تبارك الله. واحد الصعوبة
اوريا مور ما تريقلو لا لومبريا جات راه ما يمكنش اخوتي واحد التصارع الله يبارك الله يبارك الاليمينيوم مجهد ديما مجهد شو كيطلع في العقبة شو عنده بحال العقبة بحال اللوطة تبارك الله شو كيكطر شو 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 كيجيب واحد الصورة شو 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 هيدا عمي في الطريق عين تبارك الله الله يجعل شي بركة حيد طحوا الطريق دابا